تعرف سي لطفي اول اجتماع مع لوزي صفار لعب كيف الاولاد جاوا فرحانين معناها الزملاء رئيس المجلس الاجتماع الثاني ديسو ولا الراجل قال لهم اعملوا كما قالوا وسايس روحك لانه هذوما الناس اقوى منهم هذه راهو عطيت كان حقيقه هذا يقوى من سيدي اي نعم سيدي لانه هو ما لانه هو الباندي غاديك هو قاعد حتى لبورن كيلومتريك الوزير يمشي ويجي وهذا الواقع نتاعنا في تونس السياسي لا يمارس عمل حقيقي في اخذ القرار انت سمعت الحوار قبيله قلته باش نجيو في الحوار مش قال سي يوسف الشاهد راهو 2018 و2019 باش نعفيو المؤسسات هذا راهو الاجراء موجود من قبل لكن وقت تمشي على ارض الواقع ذوق الامرين ذوق الامرين في الرخص وفي التصاريح وفي القرارات فالمستثمر ما عادش يمن بهالكلام ونرجع نربط مره اخرى يا خويا احنا شو اللي ما بيناتنا انا ما نحرقش انا شخصيا ما نحرقش هذه بلادي واخترت باش نعيش فيها تقول عليا قاعد يبدل في الاحزاب ما يسالش ولكن انا يا خويا مانيش نبطل العمل العام وباش نقعد ديما نلوج حتى لين نلقى موت قدم في اخذ القرار وهذا صار راهو في اسبانيا بوديموس تلموا الناس كلها ومش عملوا حزب وخذوا الحكم احنا شما بيناتنا انا راهو انه اليوم فما تقصير كبير وانه الوضع صعيب وانه اللي يلزم الناس الكل تقصير راهو مش كان من مانيش نحكي على الحكومه بالعكس عاملين اللي عليهم تقصير من المواطن من المواطن لانه الانسحاب والاستقاله ماهيش هذيك اللي باش تحل المشاكل يلزم الناس الكل تخمم الفرق بين نظام بن علي واليوم اللي اليوم باب محلول فماش واحد منعك باش تعمل العمل العام باش تعمل جمعيه باش تعمل حزب باش تعطي رايك باش تعمل سيمينار يا خويا تفضل الشاب والشايب والكهل والناس كلها تعطي رايها توجيه الحلول انا ما نعتقدش انه عندنا العقم هذايا ماهوش موجود الميزانيه هذيا راهو يا سي لطفي باش نعطيك دليل اخير نفس النقاش اللي قاعد صاير 40 سنه التالي انت تحدث على الجرايد فما مداخل السيد رشيد صفر وجوله تحية بالمناسبة رئيس حكومة سابق ووزير مالية يتحدث على الميزانية بتاع عام 76 في الشروق منشورة غاديك في 2 أكتوبر هون أعطيك التاريخ قال راهو نفس الحكاية وقت سي محمد الفيتوري لا رحمه وزير مالية صندوق الدعم يلزم نقصه فيه الاتحاد تقول راهو مش معقول تثقلوا على الأجراء ترفيع الأداء على المهن الحرة وعلى الأرباح التجارية نفس الحديث ونعرفوه وين أدى هذا أدى إلى جانفي 78 اللي احنا ما نحبوه اليوم حان الوقت باش نفهموا اللي لازم نخموا بطريقه اخرى وفما راي الادوات الصناعيه موجوده فما ما يعبر عنه بميزانيه حسب الاهداف فما مركز مالي للدوله ليبساس وانا عندي ثقه في السي رضا شلغوم لان خدمت معاه في 2009 تراس لي مؤتمر عملته وقت انا مقرر نتاعو على المعايير هو كان وزير مالي نتاع المعايير المحاسبيه الحكوميه ليبساس تسمى ليبساس اللي هي تو مره اخرى كي مشاو للاداره باش يهبلونا في عوض ياخذ المعايير الدوليه ويطبقها يحب يدخل في تونس المعايير معناها الحكايه ذي 2050 وما يكملوهاش